السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان على الفصل الخامس. وقبل ما نبدأ الحل هنحاول نشوف القوانين والأفكار اللي هتخدمنا بحيث إن احنا نعرف نحل الأسئلة الخاصة بالفيديو ده. طبعا هنراجع على بعض المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديوهات السابقة هتساعدنا في التعامل مع الأسئلة، زي مثلا إن طاقة الحركة تعالوا نتذكر إنها عبارة عن نص ام في تربيع، وإن طاقة الضوء الساقط بتتجزأ إلى جزئين، جزء يحرر وجزء يحرك. جزء يحرر الإلكترون اسمها الإي وورك، وجزء يكتسبه الإلكترون كطاقة حركة اللي هو الكاينيتيك إنرجي. وإن إحنا عندنا إن السي بتساوي لامدا في نيو، سي دي سرعة الضوء ولامدا دي الطول الموجي ونيو التردد، وبالتالي أقدر أشيل التردد وأكتب مكانه سي على لامدا، وده اللي أنا هعمله هنا من القانون اللي بيقول إن طاقة الضوء الساقط عبارة عن اتش في نيو، فأقدر أشيل النيو وأكتب مكانها سي على لامدا، يبقى طاقة الضوء الساقط ممكن تتكتب على أساس إنها اتش في سي على لامدا. كنا خدنا ورقة فيها الرسم البياني المهم اللي هو بيشمل العلاقة البيانية بين الكاينيتيك إنرجي والتردد، وقلنا ان اللي استنتجنا من الرسمه دي ازاي نعرف الميل، وازاي نعرف الجزء المقطوع من محور الصادات، وازاي نعرف الجزء المقطوع من محور السينات. وكانت الخلاصه من الفيديوهات اللي فاتت ان الاتش ده عباره عن الميل، الميل هو ثابت بلانك، والاي وورك هي الجزء المقطوع من محور الصادات، والنيو سي الجزء المقطوع من محور السينات. ده على اساس ان الرسمه هنا بين الكاينيتيك انرجي والتردد الضوء الساقط. طيب هنكمل الكلام دول عن طريق بقى ان احنا نرسم العلاقة اللي بين الكاينيتيك انرجي وواحد على لامدا. لو احنا معانا رسمة زي دي هل نقدر نعرف مين هو الميل ومين هو الجزء المقطوع من محور الصادات ومين هو الجزء المقطوع من محور السينات؟ اول حاجة لازم اكتب القانون، بس بشرط اللي على الصادات قبل يساوي. فانا عندي الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ احنا كنا لسه قايلين ان طاقة الضوء الساقط عبارة عن الاي وورك زائد الكاينيتيك انرجي، يبقى الكاينيتيك انرجي سيبها في مكانها وودي الاي وورك هناك بإشارة مخالفة، تبقى عبارة عن طاقة الضوء الساقط ناقص الاي وورك. طيب اظهر لي في القانون لامدا، فانا هقول ان الكاينيتيك انرجي بتساوي اتش في سي على لامدا، شلت الاي وكتبت مكانها اتش في سي على لامدا ناقص الاي وورك. تمام، اشطب لي على الصادات اللي هي الكاينيتيك انرجي، اشطب لي على السينات اللي هي واحد على لامدا، ما دي عبارة عن اتش في سي في واحد على لامدا، هشطب على واحد على لامدا. مين معامل السينات؟ مين اللي ما شطبتش عليه؟ اهو هو الاتش سي، يبقى ده الميل، يبقى الميل هنا عبارة عن اتش سي. طب مين دون؟ ده الجزء المقطوع من محور الصادات ومقطوع في الاتجاه السالب، لو انا مديت كده هنقطع محور الصادات وساعتها هيبقى عبارة عن الاي وورك. طيب مين هو الجزء المقطوع من محور السينات؟ لما تكون على السينات بتبقى الصادات بصفر، فانا هاجي على القانون ده اهو واخلي الكاينيتيك انرجي بصفر عشان اعرف الجزء المقطوع من محور السينات. لو الكاينيتيك انرجي بصفر هيبقى الاتش سي على اللامدا ناقص الاي وورك بتساوي صفر. طب هودي الاي وورك الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، هتبقى الاي وورك بتساوي اتش في سي على لامدا، هفك الاي وورك لاتش في سي على لامدا سي واسيب ديا اتش في سي على لامدا، دي هتروح مع دي، يبقى أنا عندي واحد على لامدا بيساوي واحد على لامدا سي، يبقى الجزء المقطوع هنا عبارة عن مقلوب الطول الموجي الحري، واحد على لامدا سي. تمام، هيهمنا ورقة برضو مهمة اللي هي عبارة عن تعريف الطول الموجي الحري. أكبر طول موجي للضوء الساقط يعمل على تحرير إلكترونات من السطح، يعني أنا ممكن دلوقتي أقول لك أوجد في مسألة أكبر طول موجي للضوء الساقط، أبقى أقصد إيه بالسؤال؟ أكبر طول موجي المقصود أقول لك هات لي الطول الموجي الحرج، يبقى تعريف الطول الموجي هو أكبر طول موجي للضوء الساقط يعمل على تحرير الإلكترونات من السطح. أما التردد الحرج هنستخدم لغة عكسية، لأن بين التردد والطول الموجي علاقة عكسية، هقول هو أقل تردد للضوء الساقط يمكن تحرير إلكترونات من سطح المعدن. طب ممكن أعمل نسبة بين الكاينيتيك إنرجي 1 والكاينيتيك إنرجي 2؟ ايوه، هعمل النسبة دي ازاي؟ احنا عندنا الكاينيتيك انرجي طاقة الحركة بتساوي طاقة الضوء الساقط ناقص الاي وورك. تمام، طيب ادي الكاينيتيك انرجي وهفك ديا اتش في نيو، ودي برضو اتش بس في نيو سي،
هناخد الكاينيتك انرجي اهي، هناخد الاتش على المشترك، يبقى اتش في نيو ناقص نيو سي. يبقى انا لو عايزه كاينيتك انرجي واحد على كاينيتك انرجي اتنين، هقول اتش في نيو واحد ناقص نيو سي على اتش في نيو اتنين ناقص نيو سي، على اساس ان المعدن هو المعدن. هطير الاتش مع الاتش، يبقى لما اجي اعمل النسبه بين طاقه الحركه الاولى الى طاقه الحركه الثانيه، هقول نيو واحد ناقص نيو سي على نيو اتنين ناقص نيو سي. هنزود معلومة ان انا لو حبيت احول من الالكترون فولت عشان نروح للجول، نضرب في 1.6 × 10^10 ، لكن لو عايزين نحول من الجول للالكترون فولت نقسم على 1.6 × 10^19. هنبدأ نحل. كنا وقفنا عند السؤال رقم 54، الشكل البياني التالي يوضح العلاقة بين طاقة الحركة العظمى للالكترونات المبعثة من اسطح ثلاث فلزات A و B و C، تردد الضوء الساقط على كل منها، بيقول لي معتمدا على الشكل، طلب دالة الشغل حليناها في الفيديو السابق، ورقم 2 ورقم 3. رقم 4 في الصفحة اللي جنبها بيقول لي عايز أقل تردد مناسب يلزم لتحرير الإلكترونات من أي من هذه الفلزات. مين التردد المناسب اللي يقدر يحرر إلكترونات من الفلزات الثلاثة؟ طبعا رقم التردد 12^10^14، يعني المعدن اللي ساق اللي تردد مساوي للتردد ده المعدن سي. ليه؟ لان لو كان الضوء ساقط بتردد مساوي ل 12^10^14 فده هيقدر يحرر الكترونات من المعدن سي. احنا عندنا التردد المناسب هو التردد اللي بيساوي او اكبر من التردد الحرج، فالتردد اللي هيسقط ب 12 هيبقى مساوي للتردد الحرج للمعدن سي فيقدر يحرر منها الكترونات، وفي نفس الوقت ال 12 بالنسبه للتردد 8 اكبر وبالتالي يقدر يحرر الكترونات من معدن بي، و12 هتبقى كمان اكبر من التردد 4 وبالتالي يقدر يحرر الكترونات من المعدن A. يعني نقدر نقول التردد المناسب هو 12، بس ما انساش انه مضروب في 10^14. يعني الاجابه الصحيحه هتبقى رقم د في السؤال رقم 4، الفقره رقم 4. يبقى السؤال رقم 4، اقل تردد مناسب يلزم تحرير الالكترونات من اي من هذه الفلزات، هنختار الاختيار رقم د 12^10^14. السؤال اللي بعده السؤال 55، أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين طاقة الحركة العظمى للإلكترونات التيار الكهربائي ومقلوب الطول الموجي للأشعة الساقطة على كسود الخلية الكهربائية؟ عايز علاقة بين الكينيتيك إنرجي ومقلوب الطول الموجي، ودي اللي احنا لخصناها أهي، العلاقة بيبقى منظرها بالشكل ده، وبالتالي الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين طاقه الحركه العظمى للالكترونات المبعثه من سطح المعدن والتردد للضوء الساقط عليه، معتمد على الشكل، عايز التردد الحرج. يبقى هو هنا المره دي رسم لي العلاقه اللي بين الكاينيتيك انرجي والتردد. فين التردد الحرج؟ النقطه دي الجزء المقطوع من محور السينات هو التردد الحرج، وبالتالي هاجي كده على الجزء المقطوع من محور السينات اشوف الرقم عنده كام، هو بين الاثنين والاربعة يعني عند التلاتة، بس ما تنساش ان التلاتة دي مضروبة في 10^14، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ج 3/10^14. السؤال رقم 2، عايز الطول الموجي للضوء اللي بيسبب انبعاث الكترونات بطاقة حركة عظمى مقدارها 20^10^20. تمام، هل طاقة الحركة اللي هي 20 موجودة على الرسم؟ أيوة، ال20 أهي تخص طاقة الحركة، 20^10^20 موجودة. طيب امشي كده من عند ال20 وتقاطع مع الخط وحود، هتلاقي قدامك ايه؟ قدامي 6/10^14. عارف الستة في 10^14 دي مين؟ دي كده تردد الضوء الساقط. طيب هل أنا دلوقتي عرفت إن طاقة الحركة اللي قيمتها 20 قصادها تردد ضوء ساقط قيمته 6/10^14؟ تمام، هو عايز بقى الطول الموجي. الطول الموجي هيتجاب من العلاقة اللي احنا اتفقنا عليها في الاول الفيديو اللي هي سي. احنا قلنا عندنا العلاقة اللي احنا عايزين نراجعها، سي بتساوي لمدة في نيو اللي انا دلوقتي قلتها لكم في اول الفيديو، وبالتالي انا لو عايزة اللمدة يبقى اللمدة هساوي سي على نيو. يبقى انا هعوض هنا، هقول اللمدة عبارة عن سي اللي هي سرعة الضوء اللي هي 3/10^8 على النيو التردد اللي هو قبال طاقة الحركة اللي احنا اتفقنا عليها 6/10^14، هيطلع معايا الناتج 5/10^7. طبعا متر، هندور في الإجابات هنلاقي الإجابة الصحيحة رقم ب.
السؤال رقم 57، إذا كانت دالة الشغل سطح المعدن عبارة عن 3 و3125 من 10,000 10 أس سالب 19، فإن التردد الحرج لهذا المعدن بيساوي إيه؟ تمام، يبقى أنا دلوقتي معايا دالة الشغل، معايا الإي وورد، أقدر أجيب منها التردد الحرج إزاي؟ الطاقة بصفة عامة بتساوي اتش في نيو، بس لما تكون دي وورك يبقى النيو دي نيو سي كريتيكال. طيب ماشي، يبقى السي دي هي مجرد رمز ان ده تردد حرج، يبقى انا عايزه التردد الحرج يساوي البعيد على القريب، يعني الاي وورك على الاتش. الاي وورك قيمتها كام؟ 3.3125 في 10 اس سالب 19 على ثابت بلانك 6625 من 1000 في 10 اس سالب 34، هيطلع الناتج 5 في 10 اس 14 هرتز. هنضيف الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم ج. سؤال رقم 58، اذا كانت دالة الشغل سطح معدن يبقى انا معايا الاي وورك، دالة الشغل باتنين وتمانية واربعين من 100 الكترون فولت. طبعا احنا عايزين نحول الالكترون فولت لجول، احنا لسه قايلين في الافكار المهمة ان عشان نحول من الكترون فولت لجول اضرب في 1.6 في 10 اس سالب 19، فانا هضرب في 1.6 في 10 اس سالب 19 علشان احولها من الكترون فولت لجول، يبقى ادي الاي وورك بالجول. عايز اكبر طول موجي، كلمه اكبر طول موجي احنا قلناها في الافكار ان هو عايز الطول الموجي الحرج، اكبر طول موجي للضوء الساقط يعمل على تحرير الالكترونات. طلبه ده جاي في صوره مفهوم ان هو عايز لامدا حرجه، يعني لامدا سي، سي دي هنا ترمز لان ده طول الموجي الحرج من الصفحه. طيب انا عندي الاي وورك بيساوي اتش في نيو سي، وبيساوي برضو اتش في سي على لامدا سي، ما النيو عبارة عن سي على لامدا. طيب يبقى انا دلوقتي عايزة لامدا سي، يبقى اللامدا سي هتساوي اتش سي على الاي وورك. تعالوا نعوض، الاتش هي ثابت بلانك 6625 من 1000 في 10 اس سالب 34، سرعة الضوء 3 في 10 اس 8، الاي وورك هنجيبها بعد ما حولناها 2.48 من 100 في 1.6 في 10 اس سالب 19، هيطلع الناتج 5 في 10 اس سالب 7 متر. هنضاف الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم ب. السؤال رقم 59، سقط ضوء طول الموجي، يبقى انا معايا الطول الموجي ب 3100 انجستروم، فهضرب في 10 اس سالب 10 عشان احول من انجستروم لمتر على كاسود خلية كهربائية، فنبعث منه الكترونات كهربائية. اقصى قيمة لطاقة الحركة كينيتك انرجي بتساوي 2.5 الكترون فولت، فان دالة الشغل عايز الاي وورك. عايز الاي وورك بوحدة ايه؟ هتلاقي كل الاختيارات بالالكترون فولت. تمام، طيب احنا عندنا قانون بيقول لي ان طاقة الضوء الساقط بتتجزأ الى جزئين، جزء يحرر اسمه اي وورك دالة الشغل، وجزء بيحرك بيكسب الالكترون طاقة حركة اللي هو كينيتك انرجي. يبقى طاقة الضوء الساقط تحرر وتحرك اي وورك وكينيتك انرجي. المطلوب مني الاي وورك، فالاي وورك لو سبتها في مكانها هتبقى عبارة عن طاقة الضوء الساقط ناقص الكينيتك انرجي. انا عايز اجيب دالة الشغل بالالكترون فولت. الكينيتك انرجي معروفة بالالكترون فولت انها 2.5. طيب انا بقى عايز اعرف طاقة الضوء الساقط بالالكترون فولت عشان اجيب الاي وورك بالالكترون فولت. طيب تعالوا في جنب بقى نجيب طاقة الضوء الساقط، الاي هنجيبها بدلالة اللامدا اتش في سي على لامدا. تمام، بس كده هتطلع الطاقة بالجول، خلاص هجيبها بالجول وبعدين احولها الالكترون فولت واعوض بيها هنا واعرف قيمة الاي وورك. طيب يبقى الاي بالسامي قيمة الاتش 6625 من 1000 في 10 أس سالب 34، سرعة الضوء 3 في 10 أس 8، على الطول الموجي 3100، كنا احنا ضربناه في 10 أس سالب 10 عشان نحوله بالمتر. هتطلع كده طاقة الضوء الساقط عبارة عن 6411 في 10 أس سالب 19، بس ده كده ايه؟ جول. هقسم على 1.6 في 10 أس سالب 19 عشان احنا عايزين نحوله زي ما احنا كتبنا في الورقة كده اهي، عشان نحول من الكترون فولت لجول بنضرب. طب لو انا عايز احول من جول لالكترون فولت اقسم على 1.6 في 10 أس سالب 19، فاحنا هنقسم عشان نحول للالكترون فولت.
هتطلع طاقة الضوء الساقط بكام بقى؟ باربعة الكترون فولت. هاجي هنا اكتب اربعة، يبقى انا مش قدامي غير اني اطرح اقول اربعة الكترون فولت شيل منهم اتنين ونص، هيطلع واحد ونص الكترون فولت. هي دي الاي وورك، وبالتالي هيبقى الاختيار الصحيح رقم جي. السؤال رقم 60، عند سقوط شعاع ضوئي طول الموجي 686 نانومتر على سطح معدن السيزيوم، انبعثت الكترونات كهروضوئية بالكاد. الطول الموجي ده بعث الكترونات بالكاد، فده كده طول موجي حريق. يبقى انا عرفت ان ده طول موجي حريق عبارة عن 686 بس بالنانو، فعشان كده هضربه في 10^9 عشان احوله من نانومتر لمتر. تمام، فلكي تنبعث منه الكترونات عايزين تنبعث منه الكترونات طاقة حركتها الكينيتيك انرجي بتاعتها تبقى كام؟ 1.81 بس الوحدة دي بالالكترون فولت، فانا عايز احولها لجول، فهضرب في 1.6 × 10^19 عشان اقدر احولها لجول. تمام، طيب نكمل كده. فانه يلزم سقوط شعاع ضوئي طول الموجي ايه؟ عايز يعرف الشعاع اللي هيسقط ويقدر يعمل العملية دي طوله الموجي قيمته ايه للضوء الساقط. تمام، احنا دلوقتي بنقول ان طاقة الضوء الساقط هتتجزأ لجزئين اي وورك وكاينيتيك انرجي، جزء هيحرر وجزء هيحرك. انت بتسألني عن طول موجي للضوء ده. تمام، يبقى انا عشان اعرف الطول الموجي ده لازم اعرف طاقة ده، وبطاقة ده عشان اعرفها لازم يبقى معايا الاي وورك ومعايا الكاينيتيك انرجي. تمام، الاي وورك هجيبها، هجيب الاي وورك هنا من اللامدا سي. الاي وورك بتساوي اتش في نيو سي واتش في سي على لامدا سي، يبقى بتساوي اتش اهي اللي هي 6.625 × 10^34 وسرعة الضوء 3/10^8 على الطول الموجي الحرج اللي هو عبارة عن 686 × 10^9. تمام، يبقى انا دلوقتي هحاول ان انا اجيب من هنا الاي وورك، هتطلع الاي وورك قيمتها 2.89 × 10^19. يبقى انا هاجي هنا عند الاي وورك واكتب 2.89 × 10^19 زائد، هل معايا الكاينيتيك انرجي؟ ايوه اهي الكاينيتيك انرجي معايا، 1.81 × 1.6 × 10^19. تمام، يبقى احنا كده تمام معايا ده ومعايا ده، اقدر اجيب طاقة الضوء الساقط. بس هو مش عايز طاقة الضوء الساقط، هو عايز طول الموجي للضوء الساقط. فانا هفك الاي دي لاتش في سي على لامدا، هي دي المطلوبة اللامدا. طيب انا هعمل ايه؟ اكن دي كده على واحد، فانا هبعت المجموعة دي هنا واللامدا مكانها، تبقى اللامدا عبارة عن يعني طرفين فاصلتين، عبارة عن اتش في سي على المقدار ده اللي هو 2.89 × 10^19 زائد 1.81 × 1.6 × 10^19. العملية دي اهي. طيب والاتش سي بقى، بص بقى هنفكها، هنقول الاتش عبارة عن 6.625 × 10^34 والسي 3/10^8، هنحسبها هتطلع معانا الطول الموجي 3.43 × 10^7 بالمتر، بس الاختيارات بالنانومتر عشان كده هضرب في 10 دي متر، عايز احولها لنانو يعني من كبير لصغير، فهضرب في 10^9 هيطلع معايا الناتج 343 نانومتر. هضرب في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ألف. السؤال رقم 61، سطح معدن التردد الحرج له نيو سي. طيب لما يكون التردد الحرج نيو سي يبقى عندي الاي وورك عبارة عن اتش في نيو سي. تمام، يبقى دي كده عرفت الاي وورك قيمتها كام. سقط عليه شعاع ضوئي تردده 5 نيو سي، يبقى تردد الضوء الساقط الاي للضوء الساقط عبارة عن اتش في نيو، هقول بقى اتش في 5 نيو سي يعني 5 اتش نيو سي، يبقى انا عوضت بدلالة التردد. تمام، فانبعثت منه الكترونات كهروضوئية بسرعة قصوى، طبعا السرعة دي من موجودة في طاقة الحركة، يعني طلع بطاقة حركة، طاقة الحركة دي يعني الالكترون يمتلك سرعة قيمتها كده. تمام، فإذا أصبح تردد الشعاع، طب قبل فإذا أصبح، تعالوا نكون معادلة. إحنا عندنا طاقة الضوء الساقط في منها جزء بيحرر يورك وجزء منها بيحرك كينيتيك انرجي. أنا عايزة أبدأ بالكينيتيك انرجي، يبقى الكينيتيك انرجي سيبها في مكانها، بتساوي الإي ناقص الإي وورك.
يبقى الكاينيتك انرجي بتساوي الاي دي اللي هي قيمتها 5 اتش نيو سي ناقص الاي ورك اللي انا حسبتها اتش نيو سي. يبقى الكاينيتك انرجي بتساوي 5 اتش نيو سي، شيل منها واحده اتش نيو سي، يبقى 4 اتش نيو سي. تمام، ادي كده معادله هسميها واحد. تمام، طيب المعادلة دي فين فيها السرعة؟ يعني أنا مش شايفة فيها سرعة، فأنا هفك الكاينيتك إنرجي الأولى دي لإيه بقى؟ نص إم في واحد تربيع بتساوي 4 إتش نيو سي. يبقى أنا بدل ما أقول كاينيتك إنرجي قلت نص إم في واحد تربيع. ممكن أعتبر دي بقى المعادلة الأهم اللي هي هي واحد فعلا، وأسيب دي عشان أنا عوضت وأظهرت السرعة هنا. طيب نيجي بقى نكمل بقية المسألة. إذا أصبح تردد شعاع الضوء الساقط 2 نيو سي، لو تردد الضوء الساقط أصبح 2 نيو سي، يبقى طاقة الضوء الساقط 2 اتش نيو سي. لما يكون تردد الضوء الساقط بقى 2، يبقى طاقته اتش في اتش في نيو، اتش في نيو هشيل نيو واكتب 2 نيو سي، يبقى 2 اتش نيو سي. طبعا ودالة الشغل الاي ورك ما بتتغيرش، لأن نفس المعدن هتبقى اتش نيو سي. فإن السرعة القصوى للمبعثة، عايز السرعة في الحالة التانية. طبعا هقول الكاينيتك انرجي عبارة عن طاقة الضوء الساقط اللي هي 2 اتش نيو سي ناقص اتش نيو سي. هتبقى الكاينيتك انرجي عبارة عن 2 شيل منهم واحد، يبقى اتش نيو سي بس. طب فين السرعة هنا؟ هفك الكاينيتك انرجي نص ام في 2 تربيع بتساوي اتش نيو سي. ادي كده المعادلة رقم 2. هنعمل ايه؟ هنقسم واحد على 2، فيقوم النص يروح مع النص، النص ده هيروح مع النص ده، والكتلة دي هتروح مع الكتلة دي. بقى ايه؟ بقى في واحد تربيع على في اتنين تربيع بتساوي الاتش ونيو سي، هيروح مع الاتش ونيو سي. بقى هنا اربعة، او خلينا في المعادلة دي اتش ونيو سي اهي مع الاتش ونيو سي، بقى هنا اربعة وهنا واحد، يبقى هنا اربعة وهنا واحد. يبقى انا كده قسمت المعادلتين على بعض. تعالوا بقى نشوف السرعة الاولى كانت قيمتها كام؟ 8 × 10^6. يبقى هشيل في واحد واكتب 8 × 10^6، بس الكل ايه؟ تربيع، على في اتنين تربيع بتساوي 4/1. يبقى في اتنين تربيع بتساوي الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، 8 × 10^6 الكل تربيع على 4. يبقى في اتنين تاخد جذر الكلام دوت، هتطلع معاك في اتنين باربعة في 10^6. هندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم ب. السؤال رقم 62، اذا كان الطول الموجي الحرج للخرسين، يبقى انا عندي لندا سي للخرسين بتساوي 3000، بس دي انجستروم، فهضرب في 10 ÷ 10 عشان احولها لمتر. عايز دالة الشغل، عايز قيمة الاي وورك. احنا عندنا الاي وورك دالة الشغل، يا اما اقول اتش في نيو سي، يا اما اقول اتش في سي على لندا سي. تمام، يبقى انا هعوض، هقول اتش 6 625 × 10^34 في سرعة الضوء 3 × 10^8 على اللمضة اللي هي 3000 × 10^10. هيطلع معايا الناتج رقم د، يعني 6 625 × 10^19. هدور في الإجابات هلاقي الإجابة الصحيحة رقم د. السؤال رقم 63، عند سقوط ضوء طول الموجي، يبقى انا معايا الطول الموجي للضوء الساقط لمضة بيساوي 623 نانو، فهضرب في 10^9. تمام، يبقى احنا معايا الضوء الساقط 623 على سطح معدن، تردد الالكترونات تتحررت الالكترونات بسرعه، معايا السرعه اللي اتحررت بيها الالكترونات. السرعه دي قيمتها كام؟ 4.6 × 10^5 متر على الثانية. عايز دالة الشغل. تمام، احنا دلوقتي ممكن من الطول الموجي ده نجيب طاقة الضوء الساقط عن طريق القانون اللي بيقول اتش في سي على لمدة، نعوض ونجيب طاقة الضوء الساقط. وممكن من السرعة دي نجيب الكاينيتك انرجي، طاقة الحركة بتساوي نص ام في تربيع، ومعايا البيانات، ومنها اجيب الاي وورك. مش احنا عندنا طاقة الضوء الساقط جزء منه بيحرر وجزء منه بيحرك؟ طب انا عايزه الاي وورك، يبقى الاي وورك سيبها في مكانها بتساوي طاقه الضوء الساقط ناقص الكاينيتك انرجي. طيب طاقه الضوء الساقط احنا هنجيبها من العلاقه اتش في سي على لندا. طيب وطاقه الحركه هنجيبها من العلاقه نص ام في تربيع. طب تعالى نعوض،
انت ممكن تجيب كل واحدة لوحدها وبعدين تطرح، وممكن تستخدمهم في خطوة واحدة. 6 و625 من 1000، 10 س سالب 34 في س 3 في 10 أس 8 على الطول الموجي اللي احنا اتفقنا ان هو 623 في 10 أس سالب 9 ناقص نص الكتلة الإلكترون المتحرر محفوظة 9.1 في 10 أس سالب 31 في مربع السرعة اللي هي 4.6 في 10 أس 5 الكل تربيع. طبعا دي مفروض تتكتب في الحتة دي، تمام؟ يبقى احنا كده هنربع السرعة ونشوف الناتج هيبقى ايه. هيبقى الناتج 2.23 من 100 في 10 أس سالب 19. هندور في الإجابات هنلاقي الإجابة الصحيحة رقم ألف. الفقرة 2 تبع السؤال 63 بيقول لي التردد الحرج لهذا السطح. احنا كنا جبنا الاي وورد، احنا عارفين ان الاي وورد بيساوي اتش في نيو سي. انت عايز التردد الحرج نيو كريتيكال بيساوي البعيد على القريب. الاي وورد اللي انت جبتها 2.23 من 100 في 10 أس سالب 19 على الاتش اللي هي 6.625 من 1000 في 10 أس سالب 34 هيطلع معايا الناتج حوالي 2 أو 3، هيطلع 3.37 من 100 في 10 أس 14. يعني الاختيار الصحيح هيبقى رقم د 3.37 من 100 في 10 أس 14. السؤال رقم 64 الجدول المقابل يوضح شدة الإشعاع لبعض الترددات A و B و C في مدى طيفي معين. استخدم كل منها على حدة لإضاءة سطح معدني دالة الشغل لي. يبقى أنا معايا الـ E work المعدن دالة الشغل كام؟ 3.56 من 1000 في 10 أس سالب 19 جول. فأي من هذه الإشعاعات A ولا B ولا C يمكنه تحرير أكبر عدد من الإلكترونات في الثانية الواحدة؟ خلي بالك هو طالب منك حاجة فيها شقين، انت عايز يحرر وفي نفس الوقت التحرير ده يبقى فيه أكبر عدد، فبالتالي انت عايز الضوء يكون متفق مع الشروط وفي نفس الوقت تكون شدته تسمح بأنه يكون يديه أكبر عدد من الإلكترونات. طيب أنا دلوقتي عشان أشوف مين التردد المناسب فبقارن التردد بالتردد الحرج. طيب أنا عندي دلوقتي الإي وورك أقدر أجيب منها تردد الحرج؟ أيوة. هنقول إن الإي وورك دي عبارة عن إتش في نيو سي، عايز النيو سي تردد الحرج، ماشي؟ هيبقى عبارة عن الإي وورك اللي هي 3.56 من 1000 في 10 أس سالب 19 على الإتش اللي هي 6.625 من 1000 في 10 أس سالب 34. هيطلع التردد الحرج 4.6 من 10 في 10 أس 14. تعال نقارن مين التردد المناسب الأكبر من التردد ده أو يساوي. طيب ماشي، احنا عندنا هنا دي كده تردد مش مناسب لأنه أقل. طيب 5.5 من 10 و7.5 من 10 الاثنين دول مناسبين أكبر من التردد الحرج. طب أنا عايز أختار واحدة فيهم، أختار مين بقى؟ أختار اللي تطلع لي أكبر عدد، أكبر عدد اللي هي الشدة النهين الأقوى، الشدة المتوسطة ولا الشدة الضعيفة؟ طبعا الشدة المتوسطة أحسن من الضعيفة، وبالتالي دي هتقدر تطلع عدد أكتر من دون، لأن العدد بيتوقف على الشدة، بس أهم حاجة نكون محققين الشروط وإنه يكون التردد مناسب. يعني مثلا دي شدتها عالية بس مش هتعمل لي حاجة لأن ترددها غير مناسب، فأهم حاجة إنه يكون التردد مناسب يعني أكبر من التردد الحرج، وده حصل في البي والسي. تاني حاجة أبصلها الشدة، مين هنا الشدة الأعلى في الاتنين دول؟ طبعا الشدة المتوسطة، وبالتالي دي اللي هتحرر عدد أكبر من ديت. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى رقم ب، الاختيار هيبقى المعدن أو التردد أو هذه الإشعاع رقم ب. سؤال 65 الجدول المقابل يوضح الأطوال الموجية لبعض الألوان الطيف المرئي. فإذا سقطت هذه الألوان على سطح كاسوت خلية كهروضوئية دالة الشغل، يبقى أنا معايا دالة الشغل الـ E وورد بتساوي 2.2 من 10، بس دي بالإلكترون فولت، فأنا ممكن أحولها للجول 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19 أضربها في شحنة الإلكترون، تمام؟ فعايز الألوان اللي بتسبب في انبعاث الإلكترونات الكهروضوئية، مين الألوان اللي هتعمل على انبعاث الإلكترونات؟ طبعا عايز أقارن الطول الموجي بتاعهم بالطول الموجي الحرج. طيب ماشي، أجيب الطول الموجي الحرج الأول. أنا عندي الـ E وور بيساوي H في C على لامدا C، أنا عايز أجيب الطول الموجي الحرج عشان أقارن الأطوال الموجية بتاعتهم بالطول الموجي الحرج. يبقى لامدا C بيساوي H C على الـ E وور، الـ H اللي هي 6.625 من 1000 في 10 أس سالب 34
وي سي بتلاتة في عشرة أس تمانية على الإي وورك. الإي وورك إحنا لسه قايلين إنها باتنين واتنين من عشرة في واحد وستة من عشرة في عشرة أس سالب تسعتاشر. هتطلع معايا اللمدا سي بخمسة وي ستمية ستة وأربعين في عشرة أس سالب سبعة متر. طيب هو هنا الأطوال الموجية بالأنجستروم، فعشان أقارن لازم دي تبقى بالأنجستروم، فهضرب في عشرة أس عشرة هيطلع الناتج 5646 أنجستروم، وبالتالي هي كده ننفع نقارن. تعالوا نشوف احنا هنقارن ازاي. احنا هندور على الضوء اللي طوله الموجي أكبر ولا أقل. أقل ليه؟ مش انت بتدور على التردد الأكبر من التردد الحركي والطاقة اللي أكبر من دالة الشغل، لكن الطول الموجي هتدور على الطول الموجي الأقل، لأن لما يكون طول الموجي أقل بيبقى تردده كبير وطاقته كبيرة. طيب أنا هبص كده هلاقي ده الأحمر اللي طول الموجي بتاعه أكبر أكبر أهو، يعني هنخلي الأرقام قصاد بعض أهي. إحنا عندنا أدي الطول الموجي الحركي، نقارن كده هنا 5000 وهنا 6000، ده كده طول الموجي اكبر. ما ينفعش، اصل لما يكون طول الموجي اكبر هيبقى تردده قليل، مش هينفع. طب الاصفر هنا 5600 وهنا 5800، لا ده اكبر. طب الاخضر هنا 5646 وهنا 5625، ده اصغر، ده ينفع. طب والازرق 5400، لا ده اصغر، يبقى ينفع. طب البنفسجي 4000، ينفع. يبقى التلات الوان الاخر دول ينفعوا. يبقى لما باجي ادور على الطول الموجي اجيب الطول الموجي الاصغر من الطول الموجي الحركي، وبالتالي الاجابه رقم د هيبقى الاخضر والازرق والبنفسجي، دول ينفعوا يحرروا الالكترونات لان طولهم الموجي اقل من الطول الموجي الحركي. طيب رقم اتنين، اكبر سرعه. اكبر سرعه هنعرفها لو عرفنا طاقه حركه الالكترون المنبعث. أكبر سرعة المنبعثة عند سقوط هذه الألوان، طبعا مين هنا أقل طول موجي؟ أقل طول موجي البنفسجي، وبالتالي البنفسجي دون هيبقى تردده أكبرهم وطاقته أكبرهم، وبالتالي طاقة حركة الإلكترونات اللي هتطلع من البنفسجي هي دي هتبقى مكتسبة أكبر سرعة. يبقى أنا هنا لما هتعامل مع السؤال رقم اتنين هتعامل مع أنهي واحد، الأخضر ولا الأزرق ولا البنفسجي؟ مع البنفسجي. اشمعنى البنفسجي؟ لأنك اشترطت عليا أنك عايز أكبر سرعة. أكبر سرعة للإلكترون المنبعث لما يسقط عليه أكبر طاقة. أكبر طاقة في دول مين؟ البنفسجي، لأنه أقل طول موجي. طب تمام، إحنا هنقول الكاينتيك إنرجي هنجيبها. طب ليه هنجيبها؟ عشان هنجيب منها السرعة. طيب كاينتيك إنرجي هساوي طاقة الضوء الساقط ناقص الاي وورك. طيب طاقة الضوء الساقط ازاي نجيبها بدلالة الطول الموجي؟ هنقول اتش في سي على لندا، وهنا اتش في سي على لندا سي. طيب ما نقدر اخد الاتش سي عامل مشترك، يبقى هنا واحد على لندا ناقص واحد على لندا سي. طب ما تيجي نعوض عشان نجيب الكاينتيك انرجي. الاتش ستة 625 من الف في عشرة اس سالب 34، والسي تلاتة في عشرة اس تمانية في واحد على الطول الموجي الساقط. انا هتعامل مع طول البنفسجي، يبقى 4000 بس في 10 اس سالب 10 عشان هو بالانجستروم، ناقص واحد على لامدا سي. احنا قلنا اللامدا عباره عن 5 بالمتر، بقى هنجيبها بالمتر اللي احنا كنا جايبينها في الاول، 5646 من 1000 في 10 اس سالب 7، يعني هنجيب دي بالمتر ودي بالمتر. ماشي، هتطلع معايا الكاينتيك انرجي 1449 من ألف في عشرة أس سالب 19. أنا كده جبت الكاينتيك إنرجي. هجيب طاقة الحركة إزاي؟ تعالوا فكركم بالورقة الأولى اللي إحنا اتعاملنا معاها. إحنا بنقول إن إحنا عندنا السرعة، مش أنت عايز تحسب السرعة، قدامك حاجة من الاتنين، يا تقول 2 إلكترون فولت على إم إلكترون، أو تقول 2 كاينتيك إنرجي على إم إلكترون. يعني هتقول جذر، طبعا تحت الجذر الفي سرعة الإلكترون، هتبقى جذر 2 كاينتيك إنرجي على إم إلكترون. وبالتالي يبقى أنا عايزة السرعة، هقول جذر 2 من ديا 2 كاينتيك إنرجي على إم إلكترون، يبقى بيساوي 2 في 1449 من ألف 10 أس سالب 19 على كتلة الإلكترون معروفة 9.1 في 10 أس سالب 31، ونشوف الناتج هيطلع ايه. هيطلع الاختيار رقم ج، هيطلع السرعه، هتطلع السرعه بتاعتنا
خمسة واربعة وستين من مية في عشرة أس خمسة، يعني الإجابة الصحيحة تبقى رقم ج. سؤال رقم 66، سقط ضوء على سطح معدن دالة الشغل له 3 إلكترون فولت. يبقى أنا عندي دالة الشغل هي أورت 3، بس هحول من إلكترون فولت لجول، فهضرب في شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 19. فإن أقل تردد للضوء يؤدي إلى انبعاث الإلكترونات الكهربائية. أقل تردد للضوء يؤدي لانبعاث، ده اسمه التردد الحركي. طب أنا عندي الـ E work بيساوي H في نيو سي اللي هو التردد الحركي، يبقى أنا عايزة نيو سي بقول بعيد على القريب، يعني الـ E work على الـ H. الـ E work قيمتها كام؟ 3 في 1.6 في 10 أس سالب 19 على الـ H 6 625 من 1000 10 أس سالب 34. هيطلع معايا قيمة التردد الحركي 7.25 من 100 في 10 أس 14 هرتز. هنضاف الإجابات هنلاقي الإجابة الصحيحة رقم ج. هنكمل الفقرة اللي بقى على السؤال نفسه. أكبر طول موجي للضوء يؤدي إلى انبعاث الإلكترونات الكهروضوئية. أكبر طول موجي ده تعريف الطول الموجي الحركي. أنا جبت النيو سي، أقدر منها أجيب الطول الموجي الحركي لأن أنا عندي سي بيساوي لامدا في نيو. فأنا لو عايزة لامدا سي هقول سي على نيو سي، يعني هقول 3 في 10 أس 8 على التردد الحرج اللي أنا جبته 7.25 من 100 في 10 أس 14. هيطلع معايا الناتج 4.14 من 100 في 10 أس سالب 7، يعني الاختيار الصحيح رقم ب. طب عايز تردد الضوء اللي بيؤدي إلى انبعاث إلكترونات كهروضوئية طاقة حركتها 2 إلكترون فولت. طيب طاقة الضوء الساقط جزء منها بيحرر وجزء منها بيحرك. احنا عايزين تردد الضوء الساقط الاي وورك موجودة عندي في السؤال انها 3 الكترون فولت، ودلوقتي بتقول لي عايز طاقة حركة قيمتها 2 الكترون فولت، اجمع كده هيبقى 5 الكترون فولت. تمام، يبقى طاقة الضوء الساقط دي هنحول الخمسة الكترون فولت لجول، يبقى هنضرب في شحنة الالكترون 1.6 في 10 أس سالب 19. طيب انا مش عايزة الطاقة، انا عايزة التردد، فهفك الطاقة دي لإتش في نيو بيساوي 5 في 1.6 في 10 أس سالب 19. طب اجيب التردد ازاي؟ هقول التردد عبارة عن المقدار ده على ثابت بلانك، يعني 5 في 1.6 في 10 أس سالب 19 على ثابت بلانك 6.625 من 1000 10 أس سالب 34. هيطلع معايا التردد 1.21 من 100 في 10 أس 15 هرتز، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ج. السؤال رقم 67، في خلية كهربائية أسقطت أشعة ضوئية مختلفة أحادية اللون على الكاثود بالشكل المقابل يوضح العلاقة البيانية بين طاقة الحركة العظمى والإلكترونات المنطلقة والتردد، فإن الطول الموجي الحركي. هنبص على الرسم هنا ونشوف أي بيانات نقدر نوصل لها. مش معايا غير الجزء المقطوع من محور الصداد. الجزء المقطوع من محور الصداد للعلاقة بين كينيتيك إنرجي والتردد زي ما قلتها لكم في أول فيديو، ده عبارة عن دالة الشغل. يبقى أنا عرفت إن الـ E work من الرسم عبارة عن 9.6 بس اطلع كده هتلاقيها مضروبة في 10 أس سالب 19. طيب ماشي، هل أقدر أجيب الطول الموجي الحرج؟ أيوة، مش الـ E work بيساوي H في C على لامدا C، يبقى أنت عايز اللامدا C، جيب الـ E work مكانها يبقى H في C على الـ E work. تعال نعوض 6.625 من 1000 في 10 أس سالب 34، سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 على الـ E work اللي احنا حسبناها 9.6 في 10 أس سالب 19. من هنا تقدر تجيب اللمضة الحرجة هتطلع 2.7 في 10 أس سالب 7 متر. هتضاف الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح رقم A. طب عايز تردد الضوء الساقط حتى يتحرر الإلكترون من سطح معدن مكتسب طاقة حركة قيمتها 9.6 في 10 أس سالب 19. طاقة التردد الضوء، احنا عندنا الضوء الساقط جزء منه بيحرر وجزء منه بيحرك. طيب ماشي، انت عايز التردد من ده الضوء الساقط ده طاقته، عايز تردده يبقى فكها اتش في نيو، يبقى انت عايز النيو دي لتردد الضوء الساقط. الاي وورك عندي قيمتها لسه احنا جايبينها من على الرسمه 9.6 في 10 اس سالب 19. كينيتك انرجي انت قلت عليها عايز طاقة حركة قيمتها زي الاي وورك بالظبط، يعني 9.6 في 10 أس سالب 19. تمام، ادي الاتش نيو بالساوي، هنجمع المقدار ده هيطلع معايا 19.2 في 10 أس سالب 19. طب انا عايزه تردد الضوء الساقط، يبقى نيو بالساوي المقدار ده على الاتش، يعني 19.2 في 10
سالب 19 على 6 625 من 1000 10 أس سالب 34 هيطلع معايا التردد الضوء الساقط 2.9 من 10 في 10 أس 15 هرتز. هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ب. السؤال رقم 68 عند زيادة تردد الفوتونات الساقطة على سطح المعدن في الخلية الكهروضوئية بنسبة 20%. تمام، لما التردد هيزيد بنسبة 20% فالطاقة كمان هتزيد بنسبة 20%، فأنا هفترض إن طاقة الضوء الساقط في الحالة الأولى هسميه E، أما طاقة الضوء الساقط في الحالة الثانية عبارة عن E أدام زاد بنسبة يعني زاد بمقدار يبقى الإي زائد 20% من الإي الأولانية. تمام، يعني إي 2 عبارة عن إي زائد الصفر ده مع الصفر ده 2 من 10 إي. اجمع 1 زائد 2 من 10 يبقى 1 من 2 من 10 إي. يبقى أنا عندي إي للضوء الساقط الأولانية إي وإي الثانية للضوء الساقط عبارة عن 1 من 10 و2 من 10 إي. تمام، فازدادت طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة من سطح المعدن من نص إلكترون فولت لثمانية من عشرة إلكترون فولت، يبقى الكينيتك إنرجي في الحالة الأولى كانت نص إلكترون فولت، والكينيتك إنرجي في الحالة الثانية بقت 8 من 10 إلكترون فولت، فعايز دالة الشغل لسطح هذا المعدن. تمام، إحنا عندنا طاقة الضوء الساقط بتتجزأ إلى جزئين، جزء يحرر وجزء يحرك كينيتك إنرجي. طاقة الضوء في الحالة الأولى كانت اسمها E، والE work مجهولة والكينيتك إنرجي كانت قيمتها نص، كده بنتعامل بالإلكترون فولت، يبقى دي المعادلة الأولى. تمام، وفي الحالة الثانية طاقة الضوء الساقط بقت 1.2 من 10 E برضو بتساوي E work، بس طاقة الحركة اختلفت بقت 8 من 10. احنا عندنا المعدن هو فدالة الشغل بتبقى هي. تعالوا نقسم، لما هنقسم المعادلة دي على المعادلة دي الإي هتروح مع الإي، بقى عندك 1 على 1.2 من 10 بتساوي الإي ورك زائد نص على الإي ورك زائد 8 من 10. لاحظ إن أنا هنا ما حولتش، وبالتالي هتطلع الإي ورك بالإلكترون فولت. تعالوا نضرب طرفين فصتين، 1.2 من 10 في إي ورك بواحد واتنين من عشرة إي ورك، 1.2 من 10 في نص بستة من عشرة بتساوي إي ورك زائد 8 من 10. تمام، تعالى نجيب دي الناحية دي، يبقى 1.2 من 10 اي ورك ناقص اي ورك يبقى كام؟ يبقى 2 من 10 اي ورك. تمام، وهنا 8 من 10 ودي لها 6 من 10 تبقى 2 من 10، يبقى الاي ورك هنا عبارة عن 2 من 10 على 2 من 10 بواحد، بس الواحد ده بالالكترون فولت، احنا عايزين نعرفها بالجول فهنضربها في شحنة الالكترون، 1 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى الاختيار رقم د، 1.6 من 10 في 10 أس سالب 19 جول. السؤال رقم 69 عند سقوط ضوء أحادي اللون طول الموجي، يبقى معايا الطول الموجي للضوء الساقط. تمام، 4000 أنجستروم فهضرب في 10 أس سالب 10، أقدر من الطول الموجي أجيب طاقة الضوء الساقط، لأن طاقة الضوء الساقط عبارة عن اتش في سي على لندا. تمام، على سطح فلز انبعثت منه الكترونات بسرعة، الالكترونات اللي انبعثت معاها سرعة مقدارها 5.3 من 10 في 10 أس 5 متر على الثانية. من السرعة أقدر أجيب طاقة الحركة. طيب، فإذا بعد قبل ما نكمل اللي بعد الفصلة خلينا في الكلام اللي احنا قلناه، أنا من هنا أقدر أجيب طاقة الضوء الساقط، ومن هنا أقدر أجيب كينيتك إنرجي، ممكن أستفاد بيهم في حاجة؟ ممكن من هنا أجيب الإي ورك، والإي ورك هينفعني لأن في ضوء تاني هيسقط على نفس السطح، كلمة نفس السطح يبقى نفس دالة الشغل هتتكرر معايا في الجزء التاني من السؤال، وبالتالي أنا هحاول أجيب من المعلومات الأولية الإي ورك. إذا كان طاقة الضوء الساقط بتتجزأ إلى جزئين، جزء يحرر إي ورك وجزء كينيتك إنرجي، فأنا ممكن أجيب الإي ورك أو الإي ورك عبارة عن طاقة الضوء الساقط ناقص كينيتك إنرجي. تعالوا نعوض، طاقة الضوء الساقط هجيبها من اتش في سي على لندا، والكينيتك انرجي هجيبها من نص ام في تربيع. تعالوا نعوض، ادي الاتش 6.625 في 10 اس سالب 34، سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 على الطول الموجي اللي هو 4000 في 10 اس سالب 10 ناقص نص
الكتلة 9.1 × 10^10 أس سالب 31 في مربع السرعة، السرعة 5.3 × 10^5، اوعى تنسى ان ده مربع. من هنا هقدر احسب دالة الشغل، هتطلع 3.69 × 10^19 جول، دي الاي وورك. طب ما انا ممكن اجيب منها التردد الحرج، مش الاي وورك عبارة عن اتش في نيو سي بتساوي الرقم ده؟ طيب ما انا اقدر اجيب النيو سي عبارة عن الرقم ده على الاتش، يعني 3.69 × 10^19 على الاتش اللي هي 6.625 × 10^34، هيطلع التردد الحرج عبارة عن 5.75 × 10^14 هرتز. كده جبت التردد الحرج. تعالوا نكمل السؤال. طب لو سقط ضوء اخر احادي اللون طول الموجي، معايا طول موجي جديد لضوء تاني على نفس الفلز، هيبقى تردده، تردد بي، فان الضوء بي تردده اقل ولا اكبر ولا يساوي التردد الحرج؟ يبقى انا لازم اعرف تردد الضوء بي. انا معايا طول الموجي بس انا عندي علاقة بتقول لي السي بتساوي لامدا في نيو. طب انا عايز اعرف تردد الضوء دوت، يبقى نيو بتساوي سي على لامدا. سي دي هي سرعة الضوء 3/10^8 على اللامدا دي اللي هي 5500 × 10^10 عشان دي بالأنجستروم، هيطلع معايا تردد الضوء بي قيمته كام؟ قيمته 5.45 × 10^14. طيب عايز أقارن تردد الضوء بي بالتردد الحرج، 5.45 ولا 5.75؟ الضوء بي أقل من التردد الحرج، وبالتالي الاختيار الصحيح هيبقى عندي الاختيار رقم ب، ان الضوء بي تردده اقل من التردد الحرج للفلز. السؤال رقم 70، سقط ضوء تردده 6/10^14 هرتز على سطح معدن فكانت الطاقة الحركية العظمى للالكترونات المنبعثة. طيب تعالوا كده احنا معانا، وعندما سقط ضوء تردده تاني، يبقى انا معايا تردد اول وتردد تاني. التردد الاول عبارة عن 6/10^14، يبقى الضوء الاولاني كان ده تردده وقدر يطلع لي الكترونات مكتسبه طاقه حركه كينيتك انرجي في الحاله الاولى ب 18/100 الكترون فولت. وعندما سقط ضوء تاني، ضوء تاني تردده نيو 2 1.6 × 10^15 هرتز على سطح نفس المعدن كانت طاقه الحركه العظمى للالكترونات المنبعثه، الالكترونات بقى التانية دي اتحررت بطاقة حركة مقدارها 4.32 الكترون فولت، فعايز قيمة ثابت بلانك. طيب احنا دلوقتي معانا تردد الضوء الساقط الاول، فممكن اعرف طاقة الضوء الساقط ومعايا طاقة الحركة، لكن انا مش معايا الاي وورك، مش معايا التردد الحرج، وفي نفس الوقت مش معايا ثابت بلانك لان هو بيسأل على ثابت بلانك. تمام، يبقى انا عندي مجهولين. المسألة اللي بيبقى فيها مجهولين بتتحل بمعادلتين، فأنا هبدأ بطاقة الحركة. طاقة الحركة الكينيتك انرجي دي مش الكل، الكل طاقة الضوء دي جزء، فهي عبارة عن طاقة الضوء الإي ناقص الإي وورك. تمام، طيب طاقة الحركة دي اللي هي هعوض عن طاقة الحركة الأولى، طاقة الحركة الأولى اللي هي 18/100 بس هحولها لجول، فهضرب 1.6 × 10^10 أس سالب 19 هتساوي طاقة الضوء الساقط. طاقة الضوء الساقط اللي هي عبارة عن اتش في نيو ناقص الاي وورك اللي هي عبارة عن اتش في نيو سي، يبقى 18/100 × 1.6 × 10^19 هاخد الاتش عامل مشترك، ويبقى تردد الضوء الساقط الاولاني اللي هو 6/10^14 ناقص النيو سي التردد الحرج اللي انا معرفوش، يبقى انا خدت الاتش عامل مشترك وكتبت معادله، يبقى دي كده المعادله الاولى. تمام، نعمل معادله كمان، هنقول كاينتيك انرجي اللي في الحاله الثانيه عباره عن 4.32 × 1.6 × 10^19 هساوي اتش في نيو التردد الثاني اللي هو 1.6 × 10^15 ناقص نيو سي، لان المعدن واحد فالنيو سي واحده ليهم كله. طب انا كده عندي معادلة اولى ومعادلة تانية، هقسمهم على بعض. طبعا لما هقسم 1.6 × 10^10 أس سالب 19 هتروح مع 1.6 × 10^10 أس سالب 19، وهقسم كده 18/100 على 4.32/100 هيطلع القيمة 1/24.
هيساوي الاتش هتطير مع الاتش، ويبقى انا كده بقسم 6 في 10 اس 14 ناقص نيو سي على 1 و6 من 10 في 10 اس 15 ناقص نيو سي. تمام، تعال نضرب طرفين في وسطين، 1 في المقدار ده هو المقدار، يبقى 1 و6 من 10 في 10 اس 15 ناقص نيو سي هتساوي 24 في 6 في 10 اس 14 ب 144 في 10 اس 14. طيب وال 24 اوزعها على نيو سي يبقى ناقص 24 نيو سي. هجيب ال 24 نيو سي اللي هي بالسالب الناحيه دي فهتبقى بالموجب، يبقى 24 نيو سي شيل منها نيو سي واحده يبقى 23 نيو سي بتساوي المقدار ده، هطرح منه المقدار ده لان هوديها الناحيه دي باشاره مخالفه، يبقى 23 نيو سي بتساوي 1.28 من 100 في 10 اس 16. تمام، اقدر بقى من هنا اجيب التردد الحرج نيو سي بتساوي 1.28 من 100 في 10 اس 16 على 23، هيطلع الناتج 5.5 و6.5 في 10 اس 14 هرتز، يبقى 5.565 من 1000 في 10 اس 14 هرتز. تمام، انا كده جبت مين التردد الحرج. اقدر بقى اطلع هنا في المعادله الاولى دي اعوض عن التردد الحرج واقدر اجيب الاتش، يعني انت عندك هنا الاتش بتساوي البعيد على القريب، وانا جبت دلوقتي التردد الحرج، يعني اقدر اقول الاتش بتساوي 1.6 في 10 اس سالب 19 في 18 من 100، بعوض في المعادله الاولى على 6 في 10 اس 14 بعد ما جبت التردد الحرج اللي هو 5.565 من 1000 في 10 اس 14، هيطلع معايا الناتج 6.62 من 100 في 10 اس سالب 34. طبعا هدور في على النواتج هلاقي الاجابه الصحيحه رقم ج. السؤال ده رقم 71، اذا كانت الطاقه اللازمه لتحرر الالكترونات من سطح الفلز هي القيمه دي، القيمه دي الطاقه اللازمه لتحرير الالكترون اسمها داله الشغل، يبقى انا معايا الاي وورك عبارة عن 3.968 من 1000 في 10 أس سالب 19، وعند سقوط ثلاث حزم ضوئية أحادية اللون أطوالها الموجية 7000 أنجستروم و 6200 أنجستروم و 5000 أنجستروم على سطح الفلز، فإن الحزمة الضوئية اللي بتؤدي إلى تحرير الإلكترونات هي الحزمة ذات الطول الموجي النهون دي ولا دي ولا دي. عشان اعرف مين الحزمه اللي هتؤدي الى تحرر الالكترونات عايزه اقارن الطول الموجي بتاعهم بالطول الموجي الحرج، فانا هاجي عند الاي وورك كده واجيب الطول الموجي الحرج. احنا عندنا الاي وورك بتساوي اتش اف سي على لامدا سي، لامدا سي دي هتساوي اتش اف سي على الاي وورك. الاتش ب 6.625 من 1000 في 10 اس سالب 34، سرعه الضوء 3 في 10 اس 8 على الاي وورك اللي هي القيمه اللي قال عليها 3.968 من 1000 في 10 اس سالب 19، هيطلع معايا الطول الموجي 5008 بس بالانجستروم، يعني الناتج ضربته في 10 اس 10 عشان اجيبه بالانجستروم عشان اقدر اقارن الطول الموجي ده بالطول الموجي اللي هو موجود عندي. انا بقى هدور على الضوء اللي يمتلك طول موجي اقل ولا اكبر، هدور على الطول الموجي الاقل، لان لما يكون طول الموجي اقل ده كده تعبير على ان تردده كبير وطاقته كبيره ويقدر فعلا يحرر الالكترونات، يبقى الطول الموجي الاقل 7000 دي اكبر ما تنفعش، ال 6200 اكبر ما تنفعش، ال 5000 اقل من 5008 يبقى هي دي اللي تنفع، يبقى مين اللي هتقدر تحرر صاحبه الطول الموجي 5000 انجستروم. طب عايز طاقة الحركة بقى، أدام ال 5000 دي هتحرر، تعالوا نجيب طاقة الحركة، الكاينيتيك إنرجي بتساوي طاقة الضوء الساقط ناقص الإي وورك. تمام، الضوء الساقط هجيبه من اتش اف سي على اللمدة، والإي وورك عندي موجودة في المسألة، آدي الاتش 6.625 1000 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8، الطول الموجي اللي هيحرر اللي هو ال 5000 في 10 اس سالب 10 عشان احولها بالمتر. طيب الاي وورك موجوده في المساله من الاصل عباره عن 3.968 من 1000 في 10 اس سالب 19، هيطلع طاقه الحركه 7 في 10 اس سالب 22 جول. هندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم د.
السؤال ده رقم 72. سقط ضوء أحادي اللون طول الموج لامدا على سطح معدن، فكانت طاقة الحركة الإلكترونات المنبعثة 1.6 × 10⁻¹⁹. وعندما سقط ضوء آخر يبقى أنا عندي حالتين، حالة أولى وحالة تانية. طيب في الحالة الأولى إن عندنا طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة كينيتيك إنرجي في الحالة الأولى كانت 1.6 × 10⁻¹⁹، وعندما سقط ضوء آخر أحادي اللون طول الموجي لمضة على 2. إيه اللي حصل بقى في الضوء التاني؟ طول الموجي أقل للنص. طيب يعني أنا لو اعتبرت إن الطول طاقة الضوء الساقط الأولى إيه، يبقى دي يبقى إيه واحد هعتبرها بإيه. طب لما الطول الموجي يقل للنص يبقى ساعتها طاقة الضوء التاني أزيد الضعف، يعني إيه 2 هتبقى 2 إيه. تاني كده، إحنا عندنا كان الأول الطول الموجي لمضة فكانت الطاقة اللي عندنا هي إيه. طيب في الحالة التانية الطول الموجي لمضة على 2، قلت الطول الموجي للنص يبقى التردد يزيد للضعف، ولما التردد يزيد للضعف يبقى الطاقة الضوء الساقط التانية أزيد عنديا الضعف، الضعف يعني. طيب على نفس سطح كانت طاقة الحركة الإلكترونات معايا كينيتيك إنرجي في الحالة التانية بتساوي كام؟ 6.4 × 10⁻¹⁹. طيب ماشي، فإن دالة الشغل لهذا السطح بتساوي إيه؟ عايز يعرف دالة الشغل، عايز يعرف الإيوار. يبقى أنا هكون معادلتين، هقول إن طاقة الضوء الساقطة اللي في الحالة الأولى الإي هتتجزأ إلى جزئين، جزء يحرر وجزء يحرك الكينيتيك إنرجي الأولى اللي هي 1.6 × 10⁻¹⁹. طب في الحالة التانية الإي بقت 2 إي، أما نفس سطح المعدن فالإي ورك واحدة، لكن طاقة الحركة في الحالة التانية 6.4 × 10⁻¹⁹. هنقسم المعادلة الأولى على المعادلة التانية، تقوم الإي تطير مع الإي يتبقى نص، وهنا إي ورك زائد 1.6 × 10⁻¹⁹، وهنا إي ورك زائد 6.4 × 10⁻¹⁹. هنوزع الاتنين على دول، يبقى أنت عندك هنا 2 إي ورك زائد 2 × 1.6 × 3.2 في 10⁻¹⁹، والواحد هيتضرب في دول هيدلهم زي ما هما، يبقى زائد 6.4 × 10⁻¹⁹. هودي الاي ورك هنا باشاره مخالفه، يبقى 2 اي ورك شيل منها اي ورك يبقى اي ورك واحده، وهودي دي باشاره مخالفه واطرحهم من بعض، هيبقى الناتج الاي ورك عباره عن 3.2 × 10⁻¹⁹ جول. يبقى هدور على الإجابات، هلاقي الإجابة الصحيحة رقم د. سؤال رقم 73. سقطت حزمتين ضوئيتين ترددهما نيو 1 ونيو 2 على سطح معدني، حيث أن النيو 1 هي الأكبر من نيو 2، فكانت النسبة بين أقصى طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة كينيتيك إنرجي 1 على كينيتيك إنرجي 2 1 على زد، حيث أن زد ثابت، فإن التردد الحرج نيو سي لسطح المعدن هيساوي إيه؟ طيب تعالوا نستفاد من النسب دي، كينيتيك انرجي 1 على كينيتيك انرجي 2. تمام، احنا عندنا نسبة للطاقة الحركة احنا كنا كتبناها وعارفين قصتها، يعني ال H تاخدها عامل مشترك نيو 1 ناقص نيو سي على H نيو 2 ناقص نيو سي، وهنطير ال H مع ال H دي لما نيجي نحب نعمل نسب. فانا هقول هنا هيبقى عندي نيو 1 ناقص نيو سي، وهنا نيو 2 ناقص نيو سي، عملت النسب. طب هشيل كينيتك انرجي 1 على كينيتك انرجي 2 وهكتب 1 على الزد، 1 على الزد. تعال نضرب طرفين فاصلتين، زد في نيو 1 ناقص زد في نيو سي بتساوي 1 في نيو 2 ناقص نيو سي. هنخلي النيو 1 هي نبدأ بيها، يعني هنقول زد نيو 1 أبعت نيو 2 بإشارة مخالفة ناقص نيو 2 بتساوي، هودي دي الناحية دي هقول ايه بقى، سالب تبقى موجب زد نيو سي ناقص نيو سي. تمام، طيب احنا هناخد هنا النيو سي عامل مشترك، يعني هنقول زد نيو 1 ناقص نيو 2 بتساوي، هناخد النيو سي عامل مشترك، نيو سي عامل مشترك، اتبقى لي ايه هنا، خدت نيو سي عامل مشترك اتبقى لي الزد، خدت نيو سي عامل مشترك اتبقى 1. انا عايزة النيو سي، يبقى نيو سي بتساوي زد نيو 1 ناقص نيو 2 على زد ناقص 1.
تعالوا ندور كده في الاختيارات، هنلاقي الاختيار رقم ب زد نيو واحد ناقص نيو اتنين على زد ناقص واحد، يعني الإجابة الصحيحة رقم ب. السؤال رقم 74، في تجربتين مختلفتين لدراسة الظاهرة الكهروضوئية سقطت على سطحين من نفس الفلز حزمتين من الأشعة الكهرومغناطيسية، التردد بتاعهم يبقى معايا التردد الأول نيو واحد بتساوي 4 في 10 أس 15، وعندي نيو 2 بترتيب كده 6 في 10 أس 15، فكانت النسبة بين أقصى طاقة حركة الإلكترونات المنطلقة في التجربة الأولى إلى تلك المنطلقة في التجربة الثانية. مديني نسب كاينتك إنرجي 1 على كاينتك إنرجي 2، 1 لـ3، تمام. فعايز التردد الحركي، هنعمل نسب لطاقة الحركة، كاينتك إنرجي 1 على كاينتك إنرجي 2 اللي هي التلت بتساوي زي قانون النسب اللي احنا لسه شايفينه من شوية، اللي هو دون هنطير الاتش مع الاتش يبقى نيو واحد ناقص نيو سي على نيو اتنين ناقص نيو سي. يبقى انا هقول نيو واحد اللي هي 4 في 10 أس 15 ناقص النيو سي على نيو اتنين اللي هي 6 في 10 أس 15 ناقص النيو سي. خلي بالك ان هو طالب مننا التردد الحركي، مجهول واحد اهو. نضرب طرفين في وسطين، تعالى نوزع التلاتة على هنا وهنا، تلاتة في 4 ب12 في 10 أس 15، وادي الناقص اهي، تلاتة في نيو سي ب3 نيو سي بتساوي واحد في المقدار ده هو المقدار، يبقى 6 في 10 أس 15 ناقص نيو سي. طيب 12 في 10 أس 15 وادي لها الستة بإشارة مخالفة، 12 شيل منها 6 تبقى 6 في 10 أس 15. ودي سالب 3 نيو سي الناحية التانية هتبقى بالموجب 3 نيو سي، شيل منها نيو سي يبقى 2 نيو سي. يبقى نيو سي بتساوي البعيد على القريب 6 في 10 أس 15 على 2 هساوي 3 في 10 أس 15، ده ايه؟ هرتز. يبقى احنا كده جبنا التردد الحركي، هنلاقي دور في الإجابات هنلاقي الإجابة رقم ج. السؤال 75، الشكل المقابل يوضح حدوث الظاهرة الكهروضوئية لسطح معدن معين دالة الشغل له نص اتش نيو، أي من الأشكال التالية يعبر عن سطح نفس المعدن؟ تمام، بصوا كده أنا عندي هنا الضوء الساقط تردده نيو يعني طاقته اتش في نيو، وعندي هنا طاقة الحركة كاينتك انرجي واحدة. طيب ما أنا ممكن أقول إن إحنا عندنا الكاينتك انرجي عبارة عن طاقة الضوء الساقط ناقص الإي وورك. الكاينتك انرجي دي تعالوا نجيب قيمتها، عبارة عن طاقة الضوء الساقط اللي هي اتش في نيو ناقص الاي وورك اللي هي نص اتش نيو، نص اتش نيو. يبقى اصبحت الكاينتك انرجي بتساوي اتش نيو، شيل منها نصاية يبقى نص اتش نيو. يبقى انا عندي الكاينتك انرجي بتساوي نص اتش نيو. طب انا ممكن اعرف قيمة الاتش نيو؟ ايوة، الاتش نيو لو انا ضربت في 2 وهنا في 2 هتطلع الاتش نيو عبارة عن 2 كي اي، تمام. خلي بالك من المعلومة دي، ان الاتش نيو بيساوي 2 كي. طيب ايه المطلوب مني بقى؟ بيقول لي انهي في الاشكال الاتيه يعبر عن سطح نفس المعدن؟ هنا لو نلاحظ الضوء الساقط 2 نيو، وهنا 2 نيو، وهنا 2 نيو، وهنا 2 نيو. طيب وداله الشغل ما زالت نص اتش نيو لانه نفس المعدن، يعبر عن سطح نفس المعدن. طيب انا هعمل ايه؟ هعتبر ان طاقه الحركه مجهوله وعوض بالطاقه اللي هي ناتجه من 2 نيو، وعوض بدالة الشغل اللي هي واحدة في الأربع رسومات، وأشوف الطاقة الحركة الصحيحة هي الشكل اللي هختاره. بمعنى إن أنا عندي الكاينتك إنرجي في الحالة بقى الجديدة هتبقى عبارة عن طاقة الضوء الساقط هتبقى 2 اتش نيو. ليه؟ ما هو أنا عندي الاتش في 2 نيو يعني 2 اتش نيو، ماشي، ناقص الإي وورك، الإي وورك اللي هو عبارة عن نص اتش نيو، تمام. ساعتها طاقة الحركة هتبقى كام؟ 2 اتش نيو شيل منها نص هتبقى 1.5، 1.5 يعني 3 على 2 اتش نيو. طيب يعني المفروض ايه؟ انا هشيل اتش نيو واكتب مكانها مين؟ اتش نيو هشيلها واكتب مكانها كام؟ 2 كاينتيك انرجي، يبقى 3 على 2 وهعوض عن اتش نيو من العلاقه دي كاينتيك انرجي، 2 كاينتيك انرجي، الاثنين هتطير مع 2، يبقى المفروض ان انا هختار الشعاع اللي فيه الكترون متحرر بطاقة 3 كاينتك انرجي. طيب مين هنا؟ ده 1.5 كاينتك انرجي ما تنفعش، ودي 2 ودي 2.5، لا هي دي الصحيحة. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ده.